بشر يختفون وكائن مجهول قاتل وأجسام طائرة. تصدقوني إذا قلت لكم إنه هذه أشياء حصلت بالفعل؟ زين، يمكن فكرتوا بمثلث برمودا، صح؟ منطقة معروفة بالمحيط الأطلسي باختفاء السفن والطائرات والبشر فيها، وكثير الأساطير اللي سمعناها عن المثلث الغامض، وأيضا مقالات وأبحاث. لكن قصة اليوم عن مثلث ثاني، وهو مثلث ألاسكا، منطقة تشتهر بظواهر غريبة مثل مثلث برمودا لكن لا تحظى بنفس الاهتمام. مثلث ألاسكا هو منطقة غامضة تقع بين مدن جونو وأنكوراج وبارو الصغيرة في ألاسكا، وتمتاز هاي المنطقة بمعدل عالي من حالات الاختفاء، ويقال أنه هي شهدت الاختفاء الغامض لحوالي 20,000 شخص من عام 1970. المثلث شهد آلاف حالات الاختفاء غير المبررة، من بينها اختفاء نائبين أمريكيين هيل بوغز ونيك بيجيج مع مساعدهما ومع الطيار في أعقاب حادث تحطم في عام 1972، ولم يتم العثور على حطام الطائرة ولا رفات الركاب حتى الآن. لكن الحقيقة هي أنه بداية لغز مثلث ألاسكا بدت في 1950، وبالضبط بيوم 26 يناير، لما ودع الطيار روبرت أسبي عائلته قبل انطلاقه في رحلة ما كان يدري أنه هي كانت رحلته الأخيرة. بعد لحظات من الإقلاع انقطع الاتصال مع برج مراقبة المطار بسابقة غريبة. ذاك الوقت تم تخصيص أكثر من 75 طائرة كندية وأمريكية للبحث عن الطائرة المفقودة، ولكن دون جدوى، لم يتم العثور على الطائرة أو على جثث الركاب. واللي يخلي هاي القضية أكثر تعقيداً هو ظهور أجسام طائرة مجهولة في سماء المنطقة وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية. الغموض المحيط مثلث ألاسكا ليس محصوراً في الاختفاءات البشرية فقط، أيضاً توجد تقارير عن رؤية كائنات غريبة ونشاط كهرومغناطيسي غامض بهاي المنطقة. يشاع عن المنطقة ظهور كائن مجهول يسمى بـ القرد أو ذي القدم الكبيرة، أو مثل ما تعرفونه بيك فوت بأغلب المسلسلات. وتشير الأساطير المحلية إلى مخلوق يعرف باسم نانتياناك اللي يزعم أنه هو يقتل القرويين، وأيضا روح شريرة تدعى كاشتاكا اعتقد في وجودها السكان الأصليين أنه هي تقوم بتقليد صرخات الإمرأة أو الطفل لتجذب من خلاله ضحايا للقضاء عليهم. أما البعض الآخر فقد آمن أنه سبب الاختفاء المرتبط بشكل دائم بهاي الرقعة من ولاية ألاسكا يعتمد على الطبيعة القاسية لهاي المنطقة، واللي غالبا ما تكون مليئة بالمخاطر، بداية من الطقس البارد اللي لا يرحم، مرورا تضاريس المنطقة الصعبة، ونهاية بالكثير من الحيوانات البرية المفترسة. لكن هذا الاحتمال هو الأصعب في تصديقه، خاصة وأنه عمليات البحث لكل الحالات المختفية لم تجد بقايا لأي شخص تشير إلى الوفاة بسبب أي عامل من هاي العوامل، وجميع الحالات اختفت وكأنها لم تأتي إلى المنطقة من الأساس. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ألاسكا إحصائية غريبة أخرى تجعلها موضوع للتساؤل والتحقيقات. بالرغم من كون ولاية ألاسكا تمثل حوالي 1% من سكان الولايات المتحدة، إلا أنه هي تسجل أعلى نسبة للأشخاص المفقودين بمتوسط 42.16 شخص لكل 100,000 نسمة، وهو أعلى بكثير من المعدل الوطني.